يتبادر إلى الذهن وأنت تشاهد هذا المطعم كما لو أنه في الداخل اليمني، لكنه حقيقة في العاصمة القطرية الدوحة. طريقة الطبخ ومذاق الأكلات اليمنية له نكهة خاصة يحضر فيها عبق التاريخ اليمني بتراثه الجميل. أكلنا يختلف عن أكل المطعم الهندي والسوري. أكل اليمني معروف، يعني زي ما تقول قلابات يمني مشهورين، وفتة تمر، فتة موز معصوبة، حريكة، يعني أكلات، وكمان الحلبة يعني هي رئيسي، والأهم أحسن أكلة يمني هو العصيد. وأنا أعتز إن أنا يمني وأمشي بالشارع وأنا بالزي اليمني طبيعي، ما في عادي الناس لما يشوفوني يصورونا، يعني فخر اليمن. هنا في بندر عدن لا يقتصر الإقبال على الأكلات اليمنية على أبنائها فحسب، وإنما يتقاطر إليها العرب والأجانب. فمن أغنى التراث هو التراث اليمني، وما شاء الله يعني مثل ما أشوف، يعني ما يحتاج أعبر، الصورة معبرة عن هذا. يحافظ اليمنيون على هويتهم الثقافية، ويظل اليمني متمسكا بخصوصيته وطابع حياته مهما طالت هجرته بعيدا عن الوطن. يحظى اليمنيون بثقة المجتمعات الخليجية عموما والقطري خاصة، مما جعلهم يتصدرون بقية الجاليات. أولا أنه المجتمع اليمني هو مجتمع عسكري بطبيعته، عادة يقال لك المجتمعات الجبلية هي مجتمعات عسكرية، هذه صفة ربما لا توجد في كثير من الشعوب. الإنسان اليمني عنده الأمانة يتصف فيها، عنده الوفاء، عنده الإخلاص في العمل. إحنا صدق إحنا ممكن نتعامل معاملة طيبة، وزي ما يقولوا أحسن من غيرنا، مش لأنه يعني إحنا يعني متميزين كثير أو كذا، أو أنه في تفضيل لنا على جالية أخرى، لا، بس لأنه إحنا كمجتمع إحنا مندمجين يعني مع المجتمع القطري. يحمل اليمنيون عاداتهم وتقاليدهم إلى مواطن المهجر، وتغدو الغربة بالنسبة لهم موطناً.